شاء الله ألف مبروك يا شيخ. ما شاء الله 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 على هالجمال ما شاء الله. إن شاء الله يا أم سعيدة بتفرحي بأولاد وبلادها. آمين آمين. وجودكم وجودكم الله يخلي لي إياكم. الله يسلمك. تؤمني؟ رشيدة؟ جاهزة؟ يلا 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 طلع. يلا علم علم. بتشوفي ولادة يا رب. الله يبارك فيك. ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا رب. ان شاء الله. وين بنتي يا عود اختفيت؟ ما صدقت على الله انت شافت وحده بتعرفها وبتقربها من شو. الله يبارك فيك يا رب. كل 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 اكيد عم تحكي علينا. روحي شوفيها وينها. شوفيها. ما تخافي. لك عم اقول لك روحي شوفيها. روحي بدلي اواعيك. حاضر ابن عمي. نامي يا رشيد نامي. ما في عندي شيء لك قبل اللي تعرسك إلا أنك رح بتعيشي معي مثل الأغراب لبين ما الله يفرج علي وعليكي. حق معك تتركني وتنام لحالك. أصلاً أنت تجوزتني شفا بس من شان تستر علي. بس معلش يكتر خيرك يا غريب يكتر خيرك. ومع هيك أنا رح أكون إلك خدامة لو شو ما عملت فيه. تسلم هالإيدين ابن عمي. الله يسلمك.
كلي رشيدة، ليش ما عم تاكلي؟ ليكني عم باكل، عم باكل. هاي الشاي تقبرني. شغل معي. جاي على الشغل. شي بدل ما تقعد مع حربتك 3-4 ايام جاي على الشغل. شو نسيان انك عريس جديد؟ عريس جديد معلمي. خير غريب، في شي؟ لا ما في شي معلمي، ما في شي. بس عافيني من العاده مع النسوان بالبيت، قلت لحالي بنزل لهون بشتغل اريحلي. ايه انت حر، فوت لك انظبط الاكياس، جايني حمل جديد. ما امرك معلمي. والله خايف كون صدمتك يا غريب يا جوازي. ابن عمي يا ريتك اليوم اجيت وتغديت معنا، لاني كنت طابخت لك اكله انت كثير بتحبها، ويمكن لك زمان ما لك اكلها. شو طبختي؟ اليوم طبخت لك كوسه محشي. انت طبختي كوسه محشي ولا امي؟ انا حفرتهم وانا حشيتهم، بس بصراحه هي طبقتهم. الله يعطيك العافيه. حتلك تتعشى ابن عمي؟ لا لا تعذبي حالك. ما في عذاب ابن عمي. خلاص ماني جوعان، تعشيت برا. ابن عمي ليش لا تتعشى برا؟ كنت تعال هون على البيت تتعشى معنا، تاكل معنا احسن من اكل السوق اللي ما بيشبع وما فيه بركه، اساسا ممكن تكون الاكله مو نظيفه. خلاص مره تانية. ابن عمي الله يخليك، خليني احط لك تتعشى معنا. قلت لك مو جوعان، شو ما عم تسمعي؟ بس يعني إذا بتعمل لي كاسة شاي من تحت دياتك كون ممنونك. على عيني، بتأمر ابن عمي. الله يرضى عليك. الله يخلي لي إياك يا رب. ابن عمي شو في؟ يا مو غريب. انا هون يا مو، انا هون. لا انت لا تخافي، لا تخافي. شوفي يا مو شو صاير. ما في شيء، ما في شيء، يلا بنشوف. شوفي
بده عمالك. الله لا يوفقه يلي عمله، الله لا يوفقه. يعني مين بيكون صهرين؟ ما بعرف ما بعرف. حط له عمه، شو بده منا؟ امي شو بده منا؟ ما بعرف، الله لا يوفقه. لك بدي روحك يا غريب، انت وصياح ومرزوم. عم اشتغل بالحارة، شو بعمل انا؟ يعني ما شفت حدا غريب فات على الحارة؟ ها ايوه. لا مين بده يفوت على الحارة؟ إذا الحارث ضرغام ماسك المدخل الأولاني وأنا رايح جاي عم طلع عن المدخل الثاني، منين بده يفوت؟ إيوه، معنات اللي عاملة من جوات الحارة. لكن من برات الحارة يا أم سعيد، من جوات الحارة، من جوات الحارة. ومين ببالك يكون يا أبو سعيد؟ هذا اللي بدي أعرفه. والله أن عرفته لأرجي شي لسه ما شافه. إي والله، إن شاء الله إن شاء الله ينعرف هالابن الحرام. كامل كامل معلمي، كامل هو، ما في غيره اللي عملها. انت ليش هيك متأكد انه كامل هو اللي كسر الباب عليكم؟ هيك قلبي عم يقول لي. شو هالحكي؟ صدقني هو يا معلمي. لك عمي، كامل ما عاد بيان من لما هرب من صياح، ما عاد سمعنا عنه لا حس ولا خبر. طيب اذا ما كان هو، مين بده يكون عملها؟ يمكن واحد من عدوينك وجاي بده يتعدى عليك. لو كان واحد من عدويني فعلا كان إجا واجهني وش لوش، ما كان إجاني هيك وبهيك ساعة. يعني ما أحلى إذا بده يتعدى عليك يجي نبها. هيك قلتها؟ إيه. اسمع، من هلأ ورايح بتدير بالك على حالك منيح. ماشي، يلا روح. ممدوح